Thank you.
السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين، ونرحب بكم كامل، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي اميه البسكريه. اليوم البنات خدمت موديل تاع الكراسة، ماهوش جديد، مي نوعيه، يعني نوعيه البابيون برك اللي عاود درتها مشرشفه كيما راكم تشوفوا، كيما درت في البابيونات، يعني اللي ما شافش يشوف الفيديو. درت هذا البابيونه شرشفتها عادي على الحواف وحكمتها كيما هكذا. حبيت نوري لكم اللون الاخضر كيفاه جاي مع اللون الابيض، يعني اللي كاين بزاف بنات يحوسوا يكاسوا الالوان. شوفوا كيفاه خرجوا، جو شابين بزاف. هذه اللي تجي في الظهر وهذه القاعده تاعهم، شوفوا كيفاه خرجوا، جو هايلين. لهنا الاخت طلبت مني ندير لها ربعه، هذو درتهم باللون الاخضر. ثاني البولي بوند هذا ولا هذا لا ديبلور درتها باللون الاخضر، شوفوا كيفاه جاو خرجوا ما شاء الله، مام كي لبستهم في الكرسي جاو تحفه. شوفوا البنات، حبيت تشوفوا تدوا فكره. كما قلت لكم هذه البابيونه عاود شرشفتها منا، ما خليتهاش سامبل كيما درتها في الكراسة اللي جاو في المارو والباج. هذا هم كيفاه يخرجوا. وحبيت نوري لكم البنات، حبيت نوري لكم طريقه راح تشوفوها في هذا الريدو. شوفوا انا هذا خي خدمته، وان شاء الله رايحه نخدم لكم موديل اخر. انا حبيت نوري لكم هذا الموديل، ومن بعد ان شاء الله راح نوري لكم موديل اخر ثاني شباب بزاف بزاف. شوفوا البنات بالسكاي والكانيش، بالسكاي والكانيش، شوفوا كيف يخرج هايل هايل يا البنات. هكذا درتو بالبابيونات شرشفتو، ومن بعد درت له هذا البابيونات ويجي هكذا. وهذا هو منين نركبو، درت له هذا الغفلة تاعو درتها من بعد منها فيها، يعني من السكاي، وخدمته ساهله كيما قلت لكم. يعني الكانيش راهو يتقطع، خدمته ساهله، وراح نوري لكم بابسط طريقه، يعني ابسط طريقه سهله، خدمته عادي جدا. وراح نخدم موديلات، الموديل الثاني بالبنات ماهوش هذا الموديل، راح نطبق لكم موديل اخر ان شاء الله، راح يكون بزاف بزاف شباب. ان شاء الله البنات عجبكم هذا الموديل، ان شاء الله عجبكم الموديل هذا البنات، وعجبكم الموديل ثاني وهذا اللون اللي خدمته تاع الكراسة ثاني، ان شاء الله عجبكم. ابقى لي غير نقول لكم البنات تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامه.